في حل. هكا هكا يا رسول الله ويجي الكل ريحتهم بالصمصة. وي عسلامة. اي موجودة. الله يبارك الله يبارك. اطول نحل لكم باب الجنينة من هوني وتطرقوني انا نستنى فيكم في فم الباب. شو شو تفرج يا زينب زينب، حتى من الكوبة متاع الباب تتلبط بالشحورة. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. تفضلوا. عسلامة 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 لله. زارتنا البركة. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. والله واحد يا يصبح على وجوه نيرة. كيفكم؟ وهلا لوح. مدام زينب هوني ما هو؟ هي بيان سور بيان سور هوني. أنت المسيور؟ لا أنا لا انا مسيو زينب مسيو سليمان الابيض بسيكوثيرابوت. انشانتي. يعيشك يعيشك. يعطيكم الصحه البنات، هاكم جيتوا في الوقت. انا نحب الناس البونكتويل. زينب قدم لي جماعه. ابو صار انا ما قلتلكش. لا لا، سوسن وانيسه البنات جاو باش يعاونوني في حل الحلو. انشانتي انشانتي. حتى هما الكماندات كثروا زادا. والله غريبه ما يضرش عليكم حلواني يا جملة. ما أنا متخرجين من المعهد العالي للسياحة. وي اختصاص كوجينة واختصاص معمق باتيسخي. مي فيليسيتاسيون مي فيليسيتاسيون. مرسي. قولوا لي ملا قريم 4 سنين بعد الباك. بيان سور. يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة. سليمان كان عندك أسئلة أخرين تو بعد نعطيك السيفيات نتاع البنات تقراهم. تري تري بيان. تفضل البنات تفضل. مرسي عايش. هاي الحمد لله عليك كي جيت يا بابا. حط الموتور مليح باش نطلع الصندوق. حيت برب عليها هكا يا باش. علاش هكا تخلي فيا نوصل خدمتي روتار؟ علاش؟ نعم بابا انا نخدم حر بلاش بوانتاج. بربي وانا الصندوق كل يوم ترسيلي نطلع فيه ونهبط. ما هكا ليلي محلال يا بابا، وانا ندور في وسط البلاد ومركب صندوق ورايا مكتوب عليه حلاويات امك فضيله ولا ام سليمان. باهي وانا كي نقعد نطلع ونهبط في الصندوق باهي لك انت. وي وما تنساش زاد البلان ديسونس. نعم نعم البلان. شبيك يا باش؟ البارح جبت لك الموتور معبيه للقيدون. قول لي بابا، هو اللي تسكن في جيبس يا اخي باش تفرغ ريزرفوار في ليله؟ يا اخي انا حر في موبيلاتي، ما عنديش حق نحوس به بالليل. لا هذاك هيك نمشي نكري استفاد تتكلف لي ارخص. ها والله فكره، عندي نسيبي عنده استفاد ديما ريقته في الدار. دبر على روحك، انا فديت منك ومن طلالك. فوشيكا فوشيكا استنى استنى. تفضل مو لاباس. امان فوشيكا قول لهم يتبعث لي بقر واخر حلو، البقر بتاع البارح لطف خد جنت وعزله فوق. نعم نعم. هذا علاش عيطت لي بابا؟ سنة 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 هاني فكرتيش. قد جنات قد قبل ما تمشي لازم تتعدلها أكيدا. زعم علاش؟ زعم علاش أسبوع؟ ما نعرفش المفيد أكد عليك. أما يظهر لي حاجتها بالبيرو ولا بالستوديو. ربي يستر. درس من طلعة جديدة باش تطلع لي بها. مجبوش هو ماشي يا اخي باقي جاي معانا لوين؟ دار خد جنات كسب يا اخي. ما تحبش تعرف علاش خد جنات حاشته بفوجيكا؟ هيا جيتي تي عاد خلي جنات قال جيبوا الباقي معاكم. علاش؟ حاشتها بيه هو زاد؟ وين نعرف انا؟ جاي مجبوش عاد. هيا 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 يدخل ادخل. خد جنات بعتلي مع سبوعي حاشت بيا؟ اي صباح الخير سي الباجي تفضل. صباح الخير. اسبوعي قال يا اخي جيت.
ماني قلت تسلم وذي ولا يبرش لي كبتي باش تصب له صبه. امان اسبوعي جايبني باش تعدي عليه وقيت باهي اطن فيهم بعد. باشي اوه يا باشي قداش كيلو ساق وقداش كبلاطه. انت هاي يا خد جنات كل ايش حاجتك بيا راني مزروب عندي ما نقضي. فوشيكا شنية هالحطة ما تقوليش ولي تتبيع في المشيمن في سيدي بوسعي. ليه ما ولا يخدم مع اختك زينب وامك فضيلة يلا يا عتبي شنو المشكلة؟ المشكلة كونك غايب نهار كامل على البلاس معناها ما عادش كونسييرج مش هكا. وين تحب توصل؟ حاجتي بالبيرو اللوطاني. ليه لقيت كونسييرج باش يعوضني؟ اي انا شنو؟ انتي؟ اي هو قلت نرجع للعرافة ما حبيتوش قلتوا شعوذة وعملتوني فضيحة قلت نعمل مشروع ما كطلعت ما تشم شي في الحلو يعد مش نقف على رزقي خير. هاي والنصب قلت ناخذها عليك. هي جد انا انا بشت لها بها خلصني في الفونت كوميرس ومبروك عليك هكا محلي وندفع فيه لابوت. اسمع مخلص حق السلعة اكاهو وبسوم اللي شريت مش بسوم البيعان. اش قلت؟ وكان قلت لي هكا ولا هكا باش تردني هاي وقتاش نقاوم السلعة؟ سايي قومتها وفيت تطلع بكلها بكليلها برا نقولوا احنا 100,000. اسمع يا سيدي وحيد رقد عليهم ودي العبدي بشح ريت ما هو رسميله 100,000 وهو يدخل في الجمعة 100,000. تعرف عزوزتي المرة خلص مع فيهم في القهوة يحكيه قال لك المشاريع اللي ناجحة الأيامات هما الكلينيكات والمقاولات والنصابة. صباح الخير دلندا. صباح الخير دكتور. سبا؟ اون فورم؟ صباح الخير بتي فرير. صباح الخير سيدي خويا. لاباس؟ شنو أحوال صابرة؟ شنو أحوال عمران؟ لاباس؟ علاش فما؟ شنو هو؟ علاش ثما؟ تو ريت دلندا ريت. واحد كيسأل على عائلته ولات حاجة غريبة. لا سيدي خويا خاطرك انت سنستي كل ما تبدا فرحان بيا هكا وتبشبش بيا كان ما تحب تقضي قضيتك بيا هكا هكا يا اسبوعي كيبدا واحد جونتي معناتها شيطان وفي جيبه. صاحبي صاحبي قال لي اذا تونسي ينصحك نصيحه راهي الشطر بتاعي لي. معناها حتى الامثله الشعبيه التونسيه عملوا لها روميكس. يا ودي ادخل للبيرو اطنقناك بالعكس ريت هاك بتغش معناتها شيطان في مكتوبك. لا يا ولدي انا شيطاني هوني موجود في السلدة طانت وقاعد يقلق فيا. دلندا مانيش نقصد فيك بيان سور. عاد لما تقول لي دكتور نعرف. يا ولدي دخلتي تدد ومان كان ما خرجش من هنا نص ساعه اطلب لي امي. وانا دلندا لو كان مخرجش من هنا لدرج اطلب لي سبيطار الرازي واعمل لي رونديفو. لطف عليك دكتور. يعيشك دلندا. هكا هكا تشك فيا قدام طفلة وانت شفيك من المطبوع باش واحد يخدم مخه معاك. تو ما نعرفش مقبل كذبت لي فلوسي كذبت لي ارضي يا نشد نقدمك بالحق توا برا هاك نسيتني ايش باش نقول سيدي توا هاك نسيتني فوالا حق اسبوعي يا وي هاني ذكرت شو لا لا يا بابا لا حتى شيء لثم حتى شيء شو اخويا اسبوعي انا اليوم خممت قلت حبيت نفرحك ونفرح امي ونمشي ونفطر في الدار في دار خد جنات تيونا خدك جنات متاعك
شو مش طيب لنا خالتك جنات؟ كانش قهوة بالتنوى ولا طاجين بخور توا هكا تقارن في ماكلة أمي البنينة ماكلة خالتك جنات؟ باهي يا سيدي ماهوش لازم، ماهوش لازم نطلعوا للنصر نفطروا غاديك الله غال غال مش لازم. باهي نجم نخرج على روحي يا سبوعي توا هكا هكا عندك قلب وتفلت ماكلة أمك؟ لا انا ما قلت امي راهو نحبها، انا امنت ياك تغششت وعاقبتني. باهي يا سيدي هاني سامحتك يقدر علي يا ربي وطاح الكف على ظلو. هاي مي على شرط اسبوعي ها الاول بالضبط تكون حاضر داكوردو. باهي سيدي خويا يا توتا لير اسبوعي الو كلثومة تي مالا شكون؟ لا 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 ما تعديليش زينب يا عيش كلا زينب ها صارتي زينب بساعة ما حبيتش نقلقك انا اسمع انا حبيت نشكي بك اسبوعي لامو راهو لا يا توا ما تنجمش ما قولوا لي عايشك يا زينب راهو من الصباح هو عبدني يبكي ويمخط قال نحب نمشي نفطر بحدا امي ها يا توا يعجبكش اي عايشك ما قول لها تحضر لنا ايوا تقرا لنا حسابنا في الفطور مرسي سليمان كان في التليفون اي طلبني مزروب قال لي اللي هو ما عندوش فطور هو اسبوعي هم على وليداتي قعدوا بشرهم قل لهم يجيوا نص النهار يفطروهوني قتلوا قال لي ما نجمش تعرف امي فضيله حضروا لهم فطورهم وتوا كي يجي فوشيكا يوصله لهم عندك الحق خلنا نمشي نحضر لهم فطورهم خير البنات سافا وي اهلا ماما بيبي اهلا سافا بونجور زينو اهلا سي حوسي انتي وينك هالغيبه ما تعرف يا تحصونا انا وستان ما ناش احباب عاد خرجت نهار باش نلقح على قريب اضربتني بنطاطا اشهر كامل وانا ملوع في الفرش لطف عليك جيب ربي نخرج نعويد التوزلطو هكا اي تفضلوا للصالة تفضلوا يا اخي انا وين وهلا حريات منين اهلا 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 ومرحبا مرحبا مرحبا بسيدي بوري عيش مرحبا وبيك اكثر عيشك اي حوسي وي اي ما تفرحسنيش جيسي اشنو حتى في الجنة باقي تتبع فيا قولي يا تعفونا هل قنفذات بناتك واشي شوف يا ظفر الشيب ملا ماما تغيط حوسي زينوبة اختي دوجة مرحبا شكون سي حوسي شكون الا واحدة ليه الا جميلة عاشت الاسامي الا صالحة هاتبيك الدور وانتي بعصاتك في يدك ما تعرفش روحك وين موجود انت يا انا على حسب ما قالت لي دشدش ايه يتربش بيا توا دشدش ايه يا اخي احنا مش في دار البسيكوبات لا احنا في دار جواد توا يا اخي هما من صاروا موجودين ايه وين هوني اللي نحكم ايه احكم يا الله فضيله احكم انت العود وانا الرشته ددو حلويات أمي فضيلة تهدي لك فطور بلوشي نعم
اي اختي زينب بعت الفطور لخويا سليمان والاسبوعي وقرات لك حسابك معاهم. يا يعطيها الصحة كيك باش ترتاحني من السلف وماكلتو اللي عندي عامين وانا ناكل فيه. كمونية حتى انا عندي قديش شهيتها. اي انا كملت مهمتي. باي باي. دكتور ليه جوست حبيت نقول لك اللي مدام زينب بعثت لك فطورك مع فوشيكا. شنو؟ اي تو تو. وينو وينو؟ خلى القفة ومشي. بعثت لي فطوري هون ايه؟ باقي تحرم؟ يظهر لي خمت فيك وفي اسبوعي وفي انا زادة. ها؟ فيك انت زادة؟ انا زادة بعثت لي فطوري، والله يعطيها الصحة. تعرف انت محظوظ ياسر بالمرة اللي ماخذها. ماخذها باش تحرم. شو قلت لي دكتور؟ لا لا شيء، انا قلت لك بون ابيتي. دكتور ايش قولك نسكروا الصالة ونفرشوا حاجة على البيرو ونقعدوا نفطروا مع بعضنا؟ انا وياك وما تنساش اسبوعي زيد. انسى ده كلام انسى يا سلام. شنو هالسوية دكتور؟ هذه موهبة ما نعرفهاش. صار عمرك انت ما سمعتني نغني. أما أنا نتصورك تغني كيما كيما ناظم الغزالي. صحيح قالوها لي مرة. أما الحقيقة أنا الترنيمة متاع صوتي تقرب أكثر الـ السوري، هذاك المغني السوري اسمه صباح فخري. تعرفك اللي يقول فيها هذيك قرار قرار قرار. قل المليحة بالسوار الأخضر ماذا فعلت بالطبيب الأبيض. عزبة على عزبة يا ست. ستي خويا تي ستي خويا. لا لا فريمون يعطيك الصحة دكتور، يا أخي تحفظ برشا أغاني. هذيك مشكلتي أنا الحفاظة. وأنتي من وقتاش هنا سي شيطان الحكه؟ باللي الفرقه بدات تعزف. هاي سيدي هاني حاضر، هاي نقصدو بص سيدي خويا باش نطلب منك تغني لي في وزي باش ما يسمعوناش في الكار. لا تهنى بابا، هاوكا جابولنا فطورنا حتى لهوني. اي مدام زينب عفت لنا الفطور. الله يعاون يا ولدي زينب، رتعني بالكار ومن ساعتها بتاع مصر. اشطيبونا اشطيبونا. كمونية كمونية زادة. ما خلينا نمشي نجيب الخبز. لا لا استنى، بعثت لنا الخبز زيدا. خليني نمشي نجيب الخبز. خليني نمشي نجيب الخبز كي يقدر علي يا ربي. ما تبتاش عزوزتي، انا جبت لك خبز وباش نقول لك حاجه تعجبك. ما عادش ماشي للنصر باش نقعد بعض مريتي وناكل من كمونيت مريتي. وما تنساش نانات مريتك. يا سبعة وانتي هكا نحبك نتوعني كي الصلصال. ما نعرفش كيفاش عزوزتي تمشي تخرج في صحيح الكمونيه ونعملوا شخشخ بالكبده. الكبده مني نحيتها من المرق وغفصتها مع البطاطا المصموطة وعملتها فطور صغا. معناتها ولات كمونية كذابة. ليه ليه؟ نعم بلاش كبدة. بلاش كبدة ننسك عزوزتي، هاك المرقة اللي فضلت نزيد عليها كمش هكي شربة لسان عصفور هكي قد شفت الكلام ما غير خبز. تعرف عنده الحق، لو كان ترمي باكو مقرونة في المرقة متاع الكمونية بربي واش باش تولي من بعد؟ تولي من بعد يا سيدي اسمها مقرونية. ريحتها كيف اللي شدت. تعرف دلندا
شو الصدف كيفاه؟ اليوم انا لبست كرافات برسك فرد لونها والشميز نتاعك. أما أمي فضيلة دكتور عندها سويبعات برك الله. وي 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 سفري وي هاني أنا درت العالم أجمع برسك من بنزرت حتى البرش الخضراء وما كلت أمي وحدها. شكون شكر صنيفة دكتور يا ولدها يكنتها. لا 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 وأنا بكل حياتي مش خاطر أمي. أمي تعطيهاش كعيبة بطاطا وكعيبة طماطم وزوز قرينات فلفل تعمل لك منهم جنوية بالبرشكي. صرتوا مهوني وانا قلب عليكم الدنيا جيت باش نرجع لكم خبزكم. لا بابا احنا ما ناكلوش 100 غرام كبدة بزوز كيلو خبز. بيبي صح عليكم دولوا باي الكوجينة تحب تجيب صحنك وتاكل معنا؟ يا دلندا يا دلندا عليه يا اخي ما تعرفوش كيفاش ياكله. تحبوا يبقى لي البيرو كامل بالمرق؟ ما سيدي خويا تجيب باي وجينا نطر وسطك بعيشك. تري تري بيان باهي يا سيدي باقي ملهوف على الماكله. ملهوف على الماكله صح عليك انت تاكل في كابونيه بالكبده كولها بلاش كبده تتعرف قيمه ما كلت امي. شنو هي كمونيه بلاش كبده وتجي هي كمونيه بلاش كبده؟ قولي دلندا فاش كنا نحكيو؟ على الجناوية بالبرشني من غير لا برشني ولا جناوية. وين أسبوعي؟ واه تشبيه خلى الخبز وخرج زعما وين نمشي؟ مسكين راجلي توا نمشي نشري له الكبدة ونعمل له كمونية بالكبدة على كيف كيفه. كمني كمني كموني وانا نموت على الكموني. اسبوعي عزة عاملني هالفيلم هذا الكل وانت خاطرك تحب تاكل كمونية امك؟ بالعكس عزوزتي تدي انا خيرت كمونيتك. عمري ما كنت نتخيل باش يجي نهار وتعطيني طعنة في الكبدة يا سبعونج. بعد عزوزي ما تكبريش كله من الكبدة. لو كانت كمونيتك كما كمونيت امي بالكبدة راهي كمونيتك انت خير من كمونيتها خاطر مرقة كمونيتك انت خير من كنت كمونيت امي. وتخلط عليا يا كموني يا عزو. هاي ذوقوا لحلوق ولولع. ليه يعيشك حوسي ما تعطيش لك تعرف عنده السكر والحلو ما يوالموش. لا 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 هات عليك هات عليك هات بشوية سيس لا تخافش هات عليك والمرة زي لا باسينا الحلو عامله مش حلو وقت يولي ما عادش اسمه حلو. لا لا حلو من بدايتك انت ديما حلو. تعرف مدام زينب تنجم تعمل حلو لايت في عوض السكر تحط لاسبارتام. سي فري فما كليونات ما يلمهمش السكر فما كليونات بيان سور ما يحبوش يسمنوا. اي نعرف نعرف. امي فضيله اش قولك في الفكره؟ زعما يرحم من قرأ ومن ورع. هذوما بنات البسيكوبات هذولا الصنعات متاعين ينائي. ها؟ هذولا الصنعات متاعين مدام زينب. شنو النعيم اللي عايشين فيه يا بابا؟ حوسي ريف يجاهون يرتاح. أختي دوجة
اعطيها حويره بقليوه خليها تهدي يا وخيها. سمعني قوي بردك شو سمعني حاجه بحاجه وذني قاضي ايش ايش ستوب انا ما فهمت حتى شيء ادخل تبقى جماعه ولي اسالهم ها من بين هذا لندا عجبتك الكمونيه اي زيد هالبريجين هذوما صح دكتور يزيني بي برتقال فيتامين سي نشط اش تعمل يا ولدي لهنا دلندا يظهر لي سيد باسيون هذا يا اخي ما كلمكش على رونديفو ظهر لي ما يتكلمش يا اخي انت ما تتكلمش تتكلم ايما العلامة ما تتكلمش ما فهمت حتى شيء يا ولدي شنية تحب على أمريكية تبلو تبشير قلم ورقة يتكلمت من الأول تفضل سيدي يقعد تفضل تفضل سيدي ها وكرنيه كامل ها يا ولدي كلم فيه يا ولدي اش تعمل مليتنيش الهي مع الباسيون نلوج على برقدين انت شو توا وقته اخرج اخرج وش بك طرت فيا انت تطلع شدي اللي كريته وما خليت لي حتى طرف يا ولدي خرجت شي خرجت شي ما يزيدش كليت لي فطوري وزيد تقلق فيا في خدمتي يا ربي برتقانة برتقانة فهمت فهمت حبيت تقول لي اللي انت كنت تتكلم وفجأة سكت والطبيب متاعك بعثك لي انا على خاطر شاكك اللي الحالة متاعك نفسية ماهيش ألسونية تري تري بيان تري تري بيان تفضل اقعد عطاو نشوفوها سيدي الحكاية هذه ها نانا اما ابن عاد كمونيتي ولا كمونيت امي فضيلة يا زوز مش دوينة اما كمونيتك مرقتها بنينة هك خليت الكبدة متاع اسبوعي يا اخي ما عجبتكش خاطر لقيتها ممروجة والله يا مسيكن والله في الاخر رصعت له عد حداح يستيل باش يتعلم ما عادش عدي عليا ما تقوليش باش تخلي الكبدة لاسبوعي كلمة زيت اما شتيت نمشي نرفسها مع البطاطا وناكلها كي فطور صابره وعمرها اسبوعي حيت شي برقدينتك فركست عليها في التريكنه كل ما فهمش ريحتها شو
دادو يضري ما تكون طايح كان في بيرو سيدي خويا. زعما ملك يكمل الكونسلتاسيون تدخل فركس عليها لداخل. تقول انت هكا انا يظهر لي كما قال لي صاحبي صاحبي احسن خير البري عاشي له. اسمعي دكتور لو شارك الوحده عرفتك اللي تبدا معلقه بالواحد وتبدا الوحده تدلدلك شوي اللوطه. يا ولدي شقاعد تحكي يا ولدي؟ شيء ما ماكش الوحده بتاعي. اخرج 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 مش وقت مفاهمه تو اخرج اخرج. سامحني ما قلتليش على اسمك سيدي. العرق الفاشلة شيء ما طلعتش يا ولدي. تفضل. صابر تعرف شعيره ولا طلعتها؟ اما اسمع خليني انا طلع اللقب. الو دلندا يا اخي ما عنديش فيشة فراغين. اي مرسي واحده. سيدي خويا الفيشة اللي حاج كبير. اوه فدت من يدي. لا ما تغشش راني هابط ما نطلع جنب بها. راني فاهمك يا اسبوعي فاهمك. طيحت الفيشة بالعاني باش تفركس الوحدة نتاعك. وحدة انا وحدة. الوحدة اللي باش تاكلها على عينك بعد ما كمل الكونسلتاسيون. الشاوش متاعي قريب يردني. اي اي حتى انا زادة صابر. هذا الكل على برقدينا يا اخي ما تنجمش تصبر؟ نجم نصبر اما خايف لا سيدي خويا يلقاها قبلي ويلهف. ليه عادة هكا يا اسبوعي باش ياكل برقدينا في طنبك الفيزيتا. اون بليس لو كان كليها انتي ماهو صحة وبالشفاء. صحة وبالشفاء صحة وبالشفاء. فهمتني عاطي صابر هالانقطاع المفاجئ اللي صار لك متاع الكلام تلقاه ناتج يا اما على شوك كبير والا ازمة نفسانية حادة. وتو نزيدو نتعمقوا في الاسباب اللي تنجم تكون كامنا وراها اللافوني متاعك. سيدي دكتور سيدي خوي كان بينجي قلت خليني نجرب نقول لك الحقيقه فمش بتخليني لو جرب رقدانتي. يا التو تحكي على البرتقاله. الله غالب سيدي خويا تعرفني انا ما سلمش في حقي. امي بعثت لنا برقدانات على عدادنا وانا ما لقيتش برقدانتي. Thank you.
خويا الشعب يقول هذا. سيدي خويا ما انت خبيت لي برقدي انت. هاي خرجت شو خليت الطبيب اللي كمل يعدي عليا، انا بكشت من الخلق اللي كيف تكون عوش نتاعكم. ياك تكلمت سيدي خويا ظل لي انا اللي بريته. هاي رجع لي برقدي انت ملاي. اسبوعي اليوم يا انا يا انت. اقعد خويا اقعد انا راجع لك. يا اسبوعي والله لما نعملك معجون بتاع برتقال. وسع بالك دكتور بالله وسع بالك، مش بهيلك الغشره وخاصه قدام الباسيون. دلندا ما عادش دخل روحك. السيدة ذاك وفى عليه الراي وانا ما عادش نجم نتحمل اكثر من هكا. باهي باهي عندك الحق، اما توا قال عن الشيطان برا كم ساعه مع الباسيون بعدش ربي يعمل لي. سامحني سيدي خويا ما عادش نعاود. نسامحك سيدي خوك جا ربي قل لي اش نعمل معاك يا اسبوعي. اش نعمل؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله ينعم عليك يا شيطان. احسن احسن سيدي خويا خليك يا اخي. دلندا هاني في بيرويا. هنستم يا جماعه، لقيت كعب برقدين طايحه في الصندوق بتاع الموتور يظلي تحت من القفه بتاع الفطور، ما نعرفش هذا بتاع شكون. سلام. دندو برقدين رجعت لي سيدي خويا. لقيت حلال هذا كتبت لي. كتبت لي كتبت لك حتى هذه زاد كتبت لك. ايش هنا ايش ايش هون 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 ايش هون